في جزيرة سهيل في أسوان جنوبي مصر نقش قديم على لوح من الجرانيت يعود إلى العهد الفرعوني، ينقل قصة جفاف نهر النيل في وقت يتزايد فيه قلق المصريين من الانخفاض الكبير في منسوب مياه النيل بعد إقدام إثيوبيا على بناء سد ضخم. النيل ومصر حكاية عشق أزلية، هو منبع الحياة فيها وسر وجودها، غير أن حكاية العشق هذه لا تخلو من محطات أليمة دونتها نقوش قديمة تعود إلى 4000 سنة. When Egypt had a famine for 7 years. عندما كانت مصر تعاني المجاعة مدة 7 سنوات، شكل الملك زوسر مجلسا واستشار أمن حتب المهندس المعماري الذي صمم هرمه، فقال له أمن حتب: علينا أن نقدم قربانا لخنوم لأنه كان يسيطر على مياه النيل. تذكر المصريون هذه السنة كتابات المهندس أمن حتب زمن الفرعون سوزر والسنوات 7 العجاف المدونة في جزيرة سهيل بأسوان، لتكون ربما عزاء لمخاوفهم عندما أطل شبح الجفاف مرة أخرى. ف90% من المياه العذبة في مصر مصدرها نهر النيل. النيل ما بقاش يجيب منسوبه الأصلي في السد الشتوية وفي الزيادة الصيفية، ما نعرفش بقى ايه السبب يعني. هبة النيل ما يزال يسكن أرواح أهلها سرديات تعود إلى قرون خلت، فذاك العشق القديم ما زال ينبض. دائما الشخصية النوبية في ارتباط وثيق بينه وبين النيل، يعني زي ما تقول كده فيها هرمون كده انسجام يعني. النوبيين عامة كانوا معتمدين على الصيد والزراعة والتجارة، ودائما النوبي يعني ايه بيعشق حاجة اسمها النيل، حتى كل حكاياته وكل أغانيه كل حاجة بتحس إن في ارتباط ما بين الشخصية النوبية والنيل، لو قعد بعيد عن النيل ما قدرش يعيش. 570 مترا مكعبا هي نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر، وهي أقل بما يقارب النصف من الحصة العادية للفرد من المياه في العالم. انخفاض مستوى مياه النيل يهدد المصريين بالعطش، فيما الخبراء والمسؤولون في القاهرة يلقون باللائمة على النمو السكاني وتغير المناخ. فجاء سد النهضة الإثيوبي ليكون شماعة علقوا عليها فشل سياستهم في الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل. ثم فجأة استحضروا التاريخ ونقوش أمن حتب التي توصي الفرعون زوسر بتقديم قربان للنيل ليجود بفيضه. فيا ترى ما هي القرابين التي سيوصي بها مهندس السلطة في مصر اليوم فيقدمونها للنيل كي يجود مرة أخرى؟